برضو نروح نشوف تقرير تاني عن فرقة لا تقل أهمية عن فرقة 2003. عندنا فريق 2005 مع الكابتن سامر عبد الرحمن، وبرضو عندنا مواهب كبيرة في 2005 هتظهر خلال الفترة اللي جاية، للنور هتبدأ الناس كلها تعرفها. عندنا يوسف عفيفي، عندنا عبد الله بستانجي، عندنا سيف أيمن، سيف الطويل، عندنا لعيبة كبيرة في 2005 إن شاء الله ياخدوا فرصة أيضا قريب مع الفريق الأول. نروح نشوف التقرير ده مع فريق 2005، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل أدهم محمد سيحة حارس مرمى مواليد 2003، ولكن بعد الفاصل. حراس مرمى في 2005 ما شاء الله عليهم، موجود معايا حازم ومختار وبدر، بنشتغل معاهم طبعا لان الخطه بتاعت كابتن سامر بتعتمد عليهم كليا في بدء الهجمه من تحت، فبنشتغل معاهم طبعا على طول من بدء الهجمه من تحت، نشتغل اغلبيه الشغل بتاعهم بالرجلين، وطبعا اكيد حضرتك اتفرجت على الماتش دلوقتي، كان اغلبيه الشغل كله من تحت ببدايه الهجمه على طول كان بيشتغل فيها حازم، وفي نفس الوقت طبعا بنشتغل عليهم طبعا على اساس ان الدوري قرب. احنا عندنا بدايه الماتش الاولاني ماتش الاسماعيلي يوم السبت 1/10، وطبعا بنشتغل معاهم على التكتيك بتاعنا اللي هو كابتن سامر بيشتغل عليه مع الولاد طبعا، وفي نفس الوقت اعتماده الكلي بيبدا من حارس المرمى لغايه راس حربه، والبدايه على طول عنده الحارس مرمى اكنه لاعب، اللاعب الاول كمان مش من اللاعب مثلا ال 11، لا اللاعب الاول في البدايه في بدايه الهجمه، وطبعا في الضغط علينا يعني بيبقى اخر واحد بنشغله، طبعا بيبدا من نص الملعب هنا من في بدايه الهجمه من هناك ومن الخصم، وبنشتغل عليها طبعا لان هو اساس كابتن سامر في الخطه بتاعته اساسه حارس المرمى. والله احنا بدأنا الشوط الأولاني بكل ثقة وبكل قوة يعني، بس ربنا ما كرمناش، لعبنا 45 دقيقة سجلنا جون، نزلنا الشوط الثاني حاولنا ننفذ على قد ما نقدر، فتحت معانا جبنا جونين، طبعا كل دوت كابتن سامر عمل معانا مجهود كبير، وطبعا عمل معانا كمان مجهود كبير ملعبني في كذا مركز، كذا مركز باك ليفت وهاف ليفت وصانع وكذا مركز يعني معتمد عليه في كذا مركز، فأنا بحب حقيقي يعني. لعبنا بتاع 5 ماتشات 6 ماتشات الحمد لله كسبنا كله، طبعا استفاده كبيره، الماتشات الوديه دي بتاهلنا الماتشات الرسميه نكسب كل حاجه لازم نكسبها طبعا، فلما نكسب هنخش الدوري بثقه كبيره، فانا شايف ان الماتشات الوديه هي اللي بتاهلنا للماتشات الرسميه اصلا. والله كابتن سامر مركز مع كل لعيب فينا، محفظ كل لعيب، محفظ كل مركز، كل مركز ليه حاجات، فطبعا دي حاجه كابتن سامر تعبان معانا فيها، وتحس يعني تحسيه بيلعب بلاي ستيشن يعني مش كوره.